بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عثمان البرف. بالنسبة للدفاتر، الناس عمالة تسألني كتير على دفاتر التحضير وإعدادي وبيانفينيو فرانسي سامبل وثانوي كليبادو. كل الدفاتر خلصانة وجاهزة، في منها كامل ومفرغ ألوان وغلاف آخر. إحنا عايزين نعمل فكرة يعني تريح الناس كلها. طبعا دفتر الثانوي ب30 جنيه طول السنة، مش تمن دفتر فاضي. دفتر الاعدادي ب25 جنيه، يعني برضو حاجة بسيطة خالص ترمين. فان شاء الله كل الناس او كل الادارات او كل المدارس معظمها عندها جروبات على الواتس، شروا بعض مع بعضيكم كده، المدرس الاول الموجه شروا بعض، وان كان في الامكان تجمعوا فيما لا يقل عن مثلا 100 دفتر، يعني لو مثلا 5-6 مدارس ممكن يكملوا ال100 دفتر ان شاء الله. وتقولوا لي طبعا على الواتس او على الخاص، او حد يتصل عليا هروح جاي لك على طول تاني يوم، يعني حد يكون مسؤول كده، وتجمعوا من بعض الثمن الدفاتر والحاجات دي، نوفر بقى وقت ونوفر مجهود والحاجات دي. طبعا ان شاء الله يعني ايه، هبقى هعمل ترتيب السفر بالناس اللي اتصلت بيا الاول، وانا طبعا عامل الحاجه دي يعني ايه محبه في زملائي. والدفتر يا جماعه لا عليه اسمي ولا عليه اسم حد ولا عليه رقم تليفون ولا اي حاجه، ده احتراما لزملائي، ويبقى دي حاجه كلنا مشتركين فيها. وطبعا حابين بقى نتناقش في التحضير وتقسيمه بقى الوحده ل 18 حصه، وكل حصه فيها ايه، الدوبلوباش حصه، الدوبلوباش دي ديالوج حصتين، كل ليسون بياخد هو والاكزرسيس بتاعت الكاد اكزرسيس 3 حصص. نروح بقى نتناقش ونتكلم، ده لو حابين ان انا اكون معاكم والدفاتر وكده. وعام سعيد عليكم ان شاء الله. وبرده انا مش بادئ بدري الكلام، لكن عشان على ما الحكايه بقى هروح كل يوم مكان، طبعا هياخد وقت. ممكن مثلا في المحافظه، العاصمه بتاعت المحافظه نتجمع، مفيش مشكله خالص. اللي عايز دفاتر، عايز اجيلك المدينه بتاعتك برده ما عنديش مشكله خالص، عايز ابعتهم لك كلهم برده بالبريد برضو ما فيش مشكله خالص. لان يا جماعه لو انت حضرتك طالب دفتر ب 25 جنيه هتدفع في البريد 60 جنيه، الصعيد 70 جنيه. طب ليه؟ طب لكن لو احنا مثلا طلبنا 30 مثلا دفتر، ها من دفتر ل 20 دفتر وزنهم بيعمل 60 جنيه. فانا حبيت اطرح الفكره عليكم، وان شاء الله نتعاون مع بعض، وكتاب البروف دايما في خدمتكم. وطبعا لو كان في فلوس والله كنت عملت هدايا والحاجات دي، بس برضو عشان الناس تبقى معايا في الصوره، اللي برضو محتاج يشوف كتاب البروف انا ممكن ادهوله بالثمن اللي هو مطبوع بيه، يعني فاهمني، انا مش هاخد حاجه خالص ليا، ده في مقابل ان احنا بنساعد بعض، لان انا طبعا ماديا ما اقدرش على تكاليف الهدايا. سعيد بيكم يا زملائي، وربنا يوفقنا جميعا، ولكل مجتهد نصيب. أروفار ميزامين.